واحد بيقول ما معنى الآية أما نحن فلنا فكر المسيح؟ هل مش ممكن يقصد مؤلف المفهوم فكر الكنيسة أن تكون جالسة عن يمين الآب؟ ده كلامه عن جلوس عن يمين الآب كلام صعب. لنا فكر المسيح يعني ما يكونش فكرنا متعارض عن فكر المسيح، إنما لنا فكر المسيح. شوف حكاية عن يمين الآب. أنا فاكر إن أنا قلت لكم في وقت من الأوقات الآب ليس له يمين ولا شمال لأنه غير محدود، الكائن محدود له يمين وله شمال، لكن الآب ليس محدودا فليس له يمين ولا شمال. كمان ما فيش مكان فاضي عن يمينه عشان حد يجلس فيه. كذلك قيل عن الابن أنا في الآب والآب في، هو قال عن نفسه أنا في الآب والآب في، فيبقى مش عن يمينه، وقال أنا والآب واحد. يبقى عن يمين الآب يعني في قوة الآب، في بر الآب. فالمسيح لما جلس عن يمين الآب جلس في قوة الآب، يعني بعد ما كان باين في العالم وهو في فترة تجسده على الأرض ضعيف، بيسلبوه بيضربوه بيبصقوا عليه إلى آخره بيدقوا فيه في المسامير، دلوقتي دخل في القوة. لا يمكن أبدا عبارة أخلى ذاته بتاع زمان هتبقى دلوقتي، ما فيش إخلاء ذات بصعوده إلى السماء، لكن دي ما تنطبقش على البشر لأن البشر لا يمكن أن يكونوا في قوة الآب. وهو برضو تدارك هذا الأمر فقال مع أنه في أوقات كتير يقول أجلسنا عن يمين الآب أجلسنا عن يمين الآب، لكن في مرة من المرات قال اليمين ليس موضعا ولا مكانا في صفحة 150. هقراكم الكلام وبعدين نشوف ايه مدى التباقه. بيقول ايه؟ بيقول علما بان يمين الله ليس موضعا ولا مكانا، ليه حق في الكلام ده، علما بان يمين الله ليس موضعا ولا مكانا ولا ردة. كلمة ولا رب ما اقدرش اقف عليه، يعني اللي عن يمين الاب لهم رب اعلموا ناس تمين نهايته. ولكن يمين الله كناية عن المساواة الكاملة ووحدة القوة والسلطان والعمل. فان كان يرى ان يمين الله معناه كناية عن المساواة الكاملة ووحدة القوة والسلطان والعمل، فدي تنطبق على المسيح فقط. فلا يمكن ان نقول ان البشر جلسوا عن يمين الله بمعنى المساواة الكاملة ووحدة القوة والسلطان والعمل، مش ممكن. يعني ممكن تنطبق على المسيح فقط، لكن لا يمكن تنطبق على البشر ان صعدوا واجلسوا عن يمين العظمة. مرة قال عن يمين العظمة ومرة قال عن يمين الله. يمين الله يعني المساواة الكاملة، مش ممكن. دي لا تنطبق الا على المسيح كابن فقط، لكن ما تنطبقش على البشر. انصحكم كطلبة لاهوت بان التعبير اللاهوتي يحتاج باستمرار الى دقة شديدة. اقل خلاف في التعبير ربما يؤدي الى هرطقة او بدعة. يعني مشكلة الاريوسيين انهم كانوا عايزين يقولوا مشابه للاب مش مساوي للاب. كلمه مشابه ومساوي اختلاف في لفظ لكن يؤدي الى هرطقه.